الحياة دي عبارة عن ساعة لابسها في إيدي، كل ثانية بتعدي عليا مش راجعالي تاني، كل ثانية في حتة مني بتنقص بتتاكل وأنا مش واخدة بالي، حتة ما شوفهاش بعيني لكن ممكن جدا أحس بيها. صدق اللي قال الحياة لعبة، لكن لعبة الحياة ما فيهاش وقت بدل ضايع. في اللي لابس الساعة في إيده منظرة لكن عمره ما بص فيها، وفي اللي بيبص فيها كل ثانية لدرجة إن وقته بيضيع بس في إنه بيراقب وقته، وفي اللي بيسابق عقارب الساعة علشان يوصل قبل بطارية الساعة ما تخلص. أما أنا فمش لابسة ساعة أصلا، السنين بتجري وأنا لسه بحبي على الأرض. ما تعودتش إن أسأل نفسي كل يوم قبل ما نام هو إيه الإنجاز اللي أنا عملته في يومي، يمكن علشان ما تعودتش إن يكون في إنجاز أصلا، وهو ده عيبي. وأنا يوم ما أحس إني معيوبة على طول بجري على أي حد وعايره بعيوبه وظهرها للعالم كله، يمكن العالم كله ما يركزش في عيوبي. بعيب في البلد، في الشوارع، في البيوت، في الأحلام، في الفن، في الرياضة، في السياسة، حتى نفسي بعيب فيها. حلمي على طول نايم، أو يمكن أنا اللي ما بقيتش أحلم غير وأنا نايم فبقيت على طول نايم مستنية المنبه يضرب عشان أصحى، مع إني في مليون منبه تانيين بيضربوا كل ثانية وأنا مش سمعهم. لكن لأ، أكيد أنا ما اتخلقتش علشان كده، أكيد كل ثانية بتعدي في الساعة بتنبهني لحاجة، بتسألني سؤال، كل ثانية جديدة بتسألني عملت إيه في الثانية اللي قبلها. والمنبه رن تاني وصحيت من كابوسي حالف لسبق أعرب الثواني. راديو كامل، محطة على المحطة.